في المرتبة الأولى على العراق تتصدر كركوك المحافظات بنسب إنجاز المشاريع الاستراتيجية والخدمية، كان آخرها مطار كركوك الدولي بعد دخوله الخدمة ليضاف إلى سلسلة المشاريع المنجزة في المحافظة. كركوك تسير بخطى ثابتة نحو التقدم. المدينة لأول مرة في تاريخها تعلن أنه لا يوجد لديها شارع واحد أو فرع في أي زقاق المبلط. المهم الآن المواطن يجد ثقة في ما تعمله الحكومة المحلية. المطار نعتبره نقلة تاريخية. نحو 300 مشروع خدمي انتهت محافظة كركوك من إنجازها بالكامل، مشاريع بلدية وصحية وتربوية تقدم خدمات جلية للمواطنين، فيما ينتظر أهالي كركوك إنجاز مشاريع أخرى يجري العمل فيها على قدم وساق لإكمالها ضمن المدد المحددة. المشاريع المنفذة في عموم محافظة كركوك بحدود 310 مشروع، ما منجز من عدها تقريبا 298 مشروع أنجزت وسلمت بالكامل، تشمل قطاع البلدية والبلديات والطرق والجسور والتربية فيما يخص المدارس ومؤسسات صحية. وعلى عكس عديد من محافظات العراق تعتمد كركوك آليات وضوابط رصينة في اختيار الشركات المنفذة لمشاريعها لضمان عدم تلكؤها وتأخر إنجاز المشاريع وتبديد أموالها كما هو الحال في محافظات أخرى. كركوك أيضا هي الأولى في تنفيذ مشاريع للطرق الخارجية والريفية أكثر من 850 كيلومتر، بحيث أكثر من 90% من القرى ضمن حدود محافظة كركوك تم إيصال الطرق إليها. هذا جهد كبير لم يتحقق لولا هنالك عمل بروح الفريق الواحد، بجهد، بمتابعة. سرعة إنجاز المشاريع الخدمية من طرق وجسور ومستشفيات ومؤسسات في مختلف المجالات زاد من ثقة المواطنين بالعمل الحكومي بعدما لمس الأهالي نتائج الجهود المشتركة لقطاعات ودوائر تعمل كخلية نحل. من كركوك محمد سالم، يو تي في.